مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 31 درجة مئوية. أما هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة في العديد من المناطق، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان 21 ونسبة الرطوبة 77%. غدا نهارا أجواء صيفية اعتيادية، رح تسجل مع ساعات النهار 32 بالليل رح تنخفض لا 19 ورح تكون الأجواء لطيفة. يومي السبت والأحد رح تستمر الأجواء صيفية مع ساعات النهار رح تسجل 32 بالليل رح تنخفض لا 20 ورح تكون الأجواء لطيفة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، هاي الليلة جرش وإربد 21، غدا 34، عجلون 19، وغدا 32 وأجواء صيفية. المفرق 20، غدا 37، أجواء شديدة الحرارة، الزرقاء 22 وغدا 36. مطار ملك علياء 20، غدا 36، السلط ومادبة 21 وغدا 33 وأجواء صيفية اعتيادية. البحر ميت أجواء حارة 29، غدا 39، الكرك 19، غدا 34 والطفيلة 20 وغدا 32، معان 24 وغدا 38. العقبة 29، غدا 41، أجواء شديدة الحرارة، رواشد 25 وغدا 42 درجة. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة: طقس مناسب للرحلات غدا نهارا، أجواء صيفية اعتيادية رح تكون مع ساعات النهار، وطقس من لطيف لا معتدل مع ساعات الليل. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.